السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ مثال عن استخدام ديبج تول. طبعا ولازم الديبج تول تكون موجودة بنفس الباث أو الدايركتوري الموجود فيه التازم الخاص فينا اللي احنا نزلناه على جهازنا. ثم بعد ذلك نقدر نستخدم الأمر ديبج تول وبيعطينا الداش الظاهري امامنا، وبعدها نقدر نكتب اي شيء. طبعا عشان نعرف ايش الاوامر اللي بقدر استخدمها مع الديبج تول، بقدر ادخل الكويستشن مارك بالاضافه الى انتر، هون راح يعطيني ليست بالاوامر اللي بقدر استخدمها ضمن هاي التول. من ضمن هاي الاوامر الحرف A اختصارا للسيمبل، سي كومبير، دي دمب، اي انتر، اف فيل، جي جو، اتش هيكس. طبعا مش راح ناخذ كل هاي الاوامر، راح ناخذ بعض منها، ار ريجستر، اس سيرش، تي تريس، دبليو رايت. راح نتعلم اليوم كيف عن طريق الديبج تول اكتب كود بسيط بلغه الاسمبلي واعمل له ديباجينج، يعني اتصفح واشوف ايش المحتويات، اعمل له رن، اعمل له تريس، اعمل له سيف از فايل، واعمل له رن من جوه التازم من خارج الديباج تول وغيرها. اول امر لازم نتعلمه ضمن هاي التول ايه؟ اختصار اسمبل. اذا دخلنا بعده اوفست نقدر نروح على هذا الاوفست في الميموري وندخل الانستركشنز اللي بدنا اياها. فمثلا ايه فراغ 100 انتر، بعثنا على الريجستر 0c او الميموري لوكيشن 0c073f with offset 100. هون بنقدر نكتب الاوامر اللي بدنا اياها. فمثلا لو بدنا نكتب move لل دي اكس اوفست مثلا 10c. في ملاحظه بحب احكيها هون، انه لما نستخدم الديبج تول وندخل انستركشنز ونستخدم نمبرز، باي ديفولت الارقام هون بتكون هيكساديسيمال. فلو كنت بدي استخدم نيوميريك سيستم ثاني لازم اضيف الحرف اللي بيمين لي النيومريك سيستم الثاني. فمثلا لو بدي باينري بضيف الحرف بي، لو بدي ديسيمال بضيف الحرف دي، وباي ديفولت هي هيكساديسيمال، فبدون ما اضيف الاتش هو بياخذهم على شكل على انهم هيكساديسيمال. فهذا اول انستركشن. لو ضغطنا انتر تلقائيا لاحظوا اعطاني النكست اوفست 103. هذا معناه انه موف دي اكس 10 سي حجزت في الميموري 3 بايتس اللي هم 100 101 102 3 بايتس انحجزوا بسبب هذا الانستركشن. طب لو باي ميستيك دخلت امر خطا، لاحظوا الاوفست رجع اعطاني اياه نفسه 103 لانه اعطاني ايرور على الامر اللي انا دخلته وطلب مني اعدله. طب لو عدلته الى موف AH comma 09، وهي بتذكرنا طبعا بالانتربتس انه الـ AH اذا كان فيها 09 وبعدها تنفذ امر انتربت 21 الفانكشن 09 تعلمنا في لاب نمبر 3 انه بيروح على الريجستر DX بيشوف بيأشر على اي سترينج وبياخذ السترينج هاي وبيطبعها على الاوتبوت سكرين لحتى يوصل دولار ساين. طيب انا هذا الكود اللي بدي اكتبه الان راح كمان شوي ادخل المسج اللي بتأشر عليها الدي اكس، بدي يطبع هاي المسج على الشاشه وينهي الكود، يطلع من الكود يرجع وين؟ يرجع على الدوس. وعشان يرجع على الدوس لا
لازم نخزن في الاي اكس 4 سي 0 0 ونرجع كمان مره نطلب الانتربت 21 and that's it. طيب راح نضل موجودين في هاي الميموري لوكيشنز ودائما يعطيني النكست ميموري لوكيشن عشان اعطيه نيو انستراكشن حتى اضغط انتر مرتين. ضغطت اول انتر اعطاني طلب مني الانستراكشن التالي، اذا ما دخلت اي انستراكشن ضغطت انتر بيرجع برا يعني بيطلع من الاسمبل. هاي الحاله مجموعه اللاينز هاي من الاوفست 100 لعند نهايه الاوفست 10A او الى ما قبل 10C دخلت هاي مجموعه من الانستراكشنز الظاهره امامكم. طيب لاحظوا انا في اللاين اللي فيه الاوفست 100 موف دي اكس 10C انا معطيه انه في مسج راح تكون داخله بال 10C خزن الاوفست الخاص فيها في الدي اكس ريجستر علشان لما ننفذ الانتربت 21 واي اتش يكون فيها 09 يطبع لي على الاوتبوت سكرين السترنج اللي انا بدي اعطيها. طيب السترنج اللي انا بدي اعطيها في امر ثاني تعلمناه كيف ادخل دايركتلي داتا في مكان معين في الميموري الا وهو اي. ولاحظوا انه انا المكان اللي بدي اخزن فيه هو 10C وبعطي السترنج اللي بدي اياها. مثلا نفرض السترنج اللي انا بدي اخزنها ويلكم تو دي باج جيم مثلا and that's it. وتعلمنا سابقا انه 0D combination with of 0D plus 0A هي نيو لاين بتنزل لي سطر جديد ولازم اي سترنج تنتهي بالدولار ساين. الان انا دخلت مجموعه من الداتا ليست اوف داتا على الميموري لوكيشن 10C وبكمل هو لحاله تلقائيا يعني 10C راح يدخل فيها الحرف W من كلمه ويلكم وبكمل النكست لوكيشن حرف E النكست لوكيشن L لعند الدولار ساين. وفعليا لو ضغطنا انتر انتهينا من الادخال. الان علشان اشوف ايش تخزن في الميموري لوكيشن بقدر استخدم الامر دي دمب دي واختار من عند ال 100 من عند ما بدل من عند ما بلشت ادخل انستركشنز لحتى هاي اللحظه ايش صار مخزن في الميموري. انتر راح نشوف انه عند الاوفست 100 عندي بي اي بعدها 0C بعدها 01. طبعا كل بايت بيظهر على شكل 2 هكساديسيمال ديجيتس. الديجيتس الظاهرة أمامنا بالنص كل 2 ديجيتس بيمثلوا 1 بايت، كل 1 ديجيت بيمثل 1 هكساديسيمال ديجيت. احنا بيهمنا نعرف المسج اللي أنا دخلتها. لو اطلعنا على البارت اللي على اليمين دوت 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 اكسكليميشن مارك دبل دوت ال دوت اكسكليميشن مارك بعدها في عندي ويلكم تو ديباجينج ماخذ لنهايه السطر الثاني بعدين بدايه السطر الثالث في عندي دوت دوت دولار ساين. انا بهمني اعرف الدولار ساين هاي وين مكانها علشان اعرف. انا بعرف مسبقا انه بدايه الكود انا بلشت ادخل لما كتبت A 100 بلشت موف دي اكس 10 سي من الميموري لوكيشن 100. الان بدي اعرف الكود لوين اخذ لنهايه السترنج اللي دخلتها عن طريق الامر اي لعند الدولار ساين. طب هذا الكود كامل اللي فيه كم لاين من الانستركشنز اللي هم موف دي اكس 10 سي موف اي اتش 09 انتربت 21 موف اي اكس 4 سي دبل او انتربت 21 بالاضافه للسترنج ويلكم تو ديباجينج. هذا كله صفى كود برنامج اسمبلي كود بدي اخزنه انا جوا الدايركتوري بدي اخزنه جوا السي في مكان معين علشان اعمل له رن فيما بعد. طيب ايش بقدر اعمل الان؟ بهمني اعرف نهايه الكود وين بينتهي علشان اخزنه عن طريق الديباج. لو شفنا اول صف اللي هو مع اوفست 100 بيبدا ب A B A وبينتهي ب 43. الصف اللي بعده 110 4F وبينتهي ل 47.
الصف اللي بعده لاحظوا في عندي 0D 0A 24. هلا الدولار ساين اللي الاوبريتنج سيستم بيفهم انه يوقف عندها تباعة السترينج ترجمتها بالهكسا ديسيمال 24. اذا انا بهمني هذا الرقم 24 ادور عليه. لو يجينا للسطر الثالث اللي بيبدا بالاوفست 120 راح نشوف بلش 0D 0A 24. لاحظوا هو ثالث بايت 24. طب ايش الميموري لوكيشن او الاوفست الخاص فيه؟ 0D هي بتمثل ال 120، 0A 121، 24 122. اذا الكود اللي انا دخلته شغل حيز بالميموري من الاوفست 100 واخذ الصف هذا كامل، والاوفست 110 واخذه كامل، والاوفست 120 اخذ فيه اول 3 بايت. اذا فعليا من عند 100 لعند 122. طب لو بدي اعرف كم بايت موجودين ضمن هاي الاريا بستخدم الكود اتش وبضيف النهايه اللي هو الدولار ساين هاي اللي بتمثل اللي تم ترجمتها الى 24 بالهكسا ديسيمال موجوده بالموقع الاوفست 122 وبدايه الكود انا بلشت من عند 100. الاتش كود هذا الانستركشن بيعطيني قديش في عندي بايت بين التو ميموري لوكيشنز او الاوفست اللي دخلتهم من عند 100 لعند 122، كم ميموري لوكيشن انا عندي بالهكسا ديسيمال، وبيعطي يعني بيعطيني مجموع هذول القيمتين وبيعطيني حاصل الفرق بينهم. لو ضغطنا انتر مجموعهم 222 وحاصل الفرق بينهم 22. ليش انا بهمني اعرف كم بايت حجم الفايل اللي بدي اخزنه؟ علشان لما بدي اخزنه لازم اكون مخزن في ال CX وهو الكاونتر ريجستر عدد البايتس اللي انا بدي اخزنهم، ولازم استخدم الامر ان علشان احدد الدايركتوري او الباث اللي بدي اخزن فيه مع الفايل نيم، ولازم استخدم الامر W علشان اعمل رايت لهاي البايتس للفايل للديستنيشن اللي بدي اياه. فنبدا اول شيء عرفت انه لازم الرقم اللي عندي يكون 22. اذا هذا ال 22 بايت من بعد ال 100 لعند ال 122. لو بدي اضيف اول اوفست فيهم اللي هو اللي مخزن فيه بي اي راح يكونوا 23 بايت. اذا انا عندي 23 بايت هم اللي لازم اخزنهم ككود. 23 بايت. ال 23 بايت وين لازم يكونوا موجودين؟ في الريجستر سي اكس. طب اذا بدي افوت على ريجستر بحد ذاته واعدل قيمته بستخدم معاه ار عشان ادخل على ريجستر معين. اذا كتبت اسم الريجستر بدخل عليه نفسه. مثلا انا بدي سي اكس، هاي ار سي اكس، بضغط انتر. انا الان جوا السي اكس، هو بيحكي لي حاليا السي اكس فيه 0000. انا ايش بدي اخزن في السي اكس؟ الرقم 23. هاي انتر. اتاكد تغيرت قيمه سي اكس؟ نعم صار فيه 23. ممتاز. الان بدي اروح على ان علشان اعمل نيو فايل، اعمل كرييشن لفايل، وبناء على الباث اللي انا بدي اياه الدايركت اللي انا موجود عليه فعليا جوا السي، وانا داخل على تازم، وهون مكان اللي بدي اخزن فيه. ايش بدي اسمي هذا الفايل؟ مثلا خليني اسميه debug 1 .com. طبعا .com هي بتشبه .exe. الكوم والاي اكس اي بيشبهوا بعض، بس عاده بالديباج بنستخدم دوت كوم، وبكون عاده حجم الفايل اصغر من الاكسكيوتابل فايل. ولاحظوا هون ما بحتاج اخزن الكود على شكل اسمبلي فايل واعمل له اسمبلينج وبعدين اعمل له لينكينج بعدين اعمل له اكسكيوشن، مباشره بقدر اخزنه از اكسكيوتابل فايل. فهذا المكان اللي بدي اخزن فيه. اعطاني ايرور. ممتاز اخذه. يمكن النيم طويل او كذا مش عارف صراحه ليش اعطاه. طيب
الآن السي اكس مخزن فيها 23 والدايركتور اللي بدي اخزن فيه عن طريق الامر ام جهزته، الآن بقدر استخدم مباشرة ايش؟ الامر رايت اللي هو الدبليو، واحكي له بلش اعمل رايتنج من الاوفست 100 وعدد البايتس اللي تخزنها الرقم الموجود في السي اكس، انتر. الآن ايش اعطاني؟ رايتنج 23 بايتس، تم نسخ 23 بايت ابتداء من الاوفست 100 ومشى 23 بايت في الفايل اللي اسمه dip.com. ممتاز لحد الآن؟ ممتاز. طيب لو بدي اعمل كيو اللي هي كويت، اطلع من الديباج تول واتاكد من الدايركتوري في المكان اللي انا موجود فيه، صار في عندي ملف اسمه dip.com، هاي كيو وهاي انتر. طب الان هاي دايركتوري، هاي انتر. لو ذهبنا لاخر شيء من تحت، احنا هو اسمه dip، الدي سابقة للأعلى فمش راح تظهر معنا من هون، لكن للتأكد لو كتبت اسم الفايل .com وضغطت انتر، ويلكم تو ديباجينج، نفذ لي هذا الفايل. إذا الفايل موجود، نعم، الآن في هذا اللوكيشن ونفذ لي يعني. إذا تنفذ الكود وعمل رننج ونفذ لي الجملة اللي أنا بدي إياها وطبعها عندي على الشاشة. طيب أرجع أعمل ديباج، نشوف مجموعة من الأوامر الثانية اللي يمكن ما غطيناها لحد الآن. نشوف دم، هل بعده مخزن بنفس الموقع اللي احنا كتبنا فيه الكود قبل شوي؟ نعم الكود بعده موجود. طب ممكن أشوف unassembled اللي هو الحرف U، لاحظوا هذا الحرف إيش راح يعمل؟ برضه ابتداء من الموقع 100 offset، لاحظوا صار في عندي 3 كولونز. لو بلشنا من اليسار الميموري لوكيشن، بعدين نقطتين رأسيات، بعدين الأوفست، بعدين المشين كود. لاحظوا بأول لاين عند الأوفست 100 عندي BA0C01. هاي الثري بايتس احنا اتفقنا انه هاي هكساديسيمال، وكل حرف منها بيمثل 4 بت، كل حرفين بيمثلوا 8 بتس، عندي 6 حروف معناته عندي 3 بايتس. ال 3 بايتس هذول هم نفسهم بلغه الاسمبلي الكود الموجود على يمينهم، يعني BA0C01 هي نفسها move DX010C. ولاحظوا هذا الانستركشن move DX010C استهلك بالميموري اللوكيشنز من 100 101 102. وبالسطر اللي بعده لو شفنا الاوفست بدايتها 103. 103 ايش فيها؟ ان تيرمز اوف باينري او هكساديسيمال عندي 2 بايتس B409. ال B409 هي نفسها الانستركشن اللي احنا بنفهمه موف AH09، لكن جوا الميموري لوكيشنز تخزن على شكل، يعني موف AH تخزن على شكل B4 و09 immediately هيها رقم يعني ظاهر كما هو يخزن في الميموري 09. بعدها عندي interrupt 21. الانتربت 21 موجودة جوا الميموري لوكيشنز ان تيرمز اوف هكساديسيمال CD21. لاحظوا السطر اللي بعد اللي بيبدا بالاوفست 107 عندي B8004C. هذول الثري بايتس بتم ترجمتهم اذا عملت ان اسمبل، يعني الان اسمبل هي بتحول المشين كود الى اسمبلي لانجوج، راح يتم ارجاعها الى الكود اللي انا كتبته موف AX4C، بعدها انتربت 21 اللي هي CD21. فعليا احنا لهون كان الكود، وبعدها انا كتبت سترينج. السترينج اللي انا كتبتها كانت ويلكم تو ديباجينج 0D0A دولار ساين. هسه لاحظوا هاي المسج اللي بلشت من عند 10C لعند 2 2، هاي المسج الان اسمبل كود راح يحاول يفسرها
ويرجعها لأوامر بلغة الأسمبلي. طبعا هي مش إشي إحنا دخلناه، وإحنا قصدنا فيها string فعليا، فراح يصير عندي أوامر ما كتبتها أنا ولا إلها معنى حقيقي. يعني لاحظوا من ضمن الأوامر الموجودة بلغة الأسمبلي، لو رجعنا للأوفست 10C اللي موجود بالهكساديسمال 57، إيش موجود عندها؟ push D1. هو إيش بيعمل هون؟ في عنده زي تيبل الأسمبلر، البوش D1 بلغة الأسمبلي لما يحولها إلى ماشين كود تتحول إلى الرقم 57، أو more specific الباينريز 0101 0111 اللي هو الرقم 57. الخمسة بتمثل 4 بت والسبعة بتمثل 4 بت. فكيف هو بيتم تمثيل هاي الأوامر جوا الميموري لوكيشنز in terms of machine code؟ لكن احنا زي ما ذكرت احنا اللي دخلناه هون كان فعليا بيمثل الماشين كود، عفوا بيمثل string اللي هي welcome to debugging. طبعا ال W capital letter بتمثل الرقم 57 بالهكساديسيمال بالاسكي كود، يعني الحرف اي بيمثل ال 45 ويلكم، الحرف الثالث ال بيمثل 4C، وهيك بتخزن جوا الميموري لوكيشن او جوا الميموري وهكذا. لكن هو هون ذكرنا لانه احنا استخدمنا ان اسمبل راح يحاول يشوف هاي الداتا على انها انستراكشنز اسمبلي انستراكشنز، ويحاول يسترجع انه ايش الكود او الانستركشن اللي بيمثل هذا الكلام. هو راح يحاول يطلع كود، وبنشوف هون بوش دي اي انك بي بي ديك اس بي اللي هي الانك انكريمنت وديك ديكريمنت ديكريمنت البيز بوينتر والستاك بوينتر والبي اكس ريجستر والدي اي وما الى ذلك. هو راح يحاول كل الداتا كل الميموري لوكيشن او كل الكونتنت الموجوده راح يحاول يرجعها لانستركشنز بالاسمبلي كود، مش موضوعنا. طيب الان لو بدي اياه ارجع على dump 100 يورجيني الكونتنت ايش موجود. هاي الكونتنت لاحظنا انه هون الكونتنت المحتوى اللي بالنص هو الهكساديسيمال فاليوز الموجوده في الميموري، وعلى اليمين بيحاول يفسر لي اياها بالاسكي كود، بيحاول يفسرها هون بالاسكي كود، يعني بيحول هذا المحتوى الى اسكي كود. لو اطلعنا على اخر اربع حروف باول صف اللي هم W E L C اللي هي بدايه كلمه ويلكم W E L C، راح نشوف 57 45 4C 43. هذول الاربع حروف اللي هم W E L C على اليمين بيظهر لي اياهم عن طريق الكاركترز نفس الحروف هاي. الترجمه اللي بتصير هون هو بيحاول يترجم ما بين الهكساديسيمال فاليوز اللي هي 57 ترجمها الى W، 45 ترجمها للحرف E، 4C ترجمها للحرف L، 43 ترجمها للحرف C، بدايه السطر اللي بعده 4F ترجمها للحرف O وهكذا. خلينا نجرب نعمل تريس ننفذ هاي الأوامر. لاحظوا هون نفذ أول أمر اللي كان فيه move للدي اكس 10C، وهون التريس مع كل مرة بنفذها أنا بنفذ أمر واحد وبيعطيني الريجستر كونتنتس كلهم بالإضافة لفلاج ريجستر. لاحظوا لو بلشنا من اليسار AX فيه 4 زيروز، BX فيه 4 زيروز، CX فيه 4 زيروز، DX فيه 010C، وهذا الأمر كان اللي تنفذ الآن move للـ DX 010C. الستاك بوينتر فيه FD، البيز بوينتر فيه زيروز، الـ SI زيروز، DI زيروز، DS 07 3F، ولاحظوا هاي هي اللوجيكال ادرس موجود في الدي اس الداتا سيجمنت. الاي اس الاكس
الاكسترا سيجمنت كانه ترجمتها برضو فيها نفس الفاليو، الستاك سيجمنت نفس الفاليو، الكود سيجمنت نفس الفاليو، الاي بي اللي هي الانستركشن بوينتر. الانستركشن بوينتر هو ريجستر عاده بيكون مخزن في الميموري لوكيشن او بدايه الانستركشن للنكست او الميموري الخاصه بالنكست انستركشن. فلاحظوا احنا اتفقنا اول انستركشن بياخذ 3 بايتس اللي هم 100 101 102. الان النكست انستركشن راح يبدا من عند وين؟ 103. عشان هيك الاي بي موجود فيها 103. والرموز هاي الموجوده على اليمين ان في يو بي اي ال بي ال او يمكن اي اي بي ال ان زد ان اي بي او ان سي، هاي هي عباره عن 8 قيم بتمثل 8 فلاجز، والقيم هاي بتمثل الفلاج ريجستر. وطبعا ترجمتها بهذا الشكل لو رجعنا على التيبل الموجود في المانيوال الخاص باللاب بيوضح لي كل رمز من هاي الرموز ايش معناه ك set or reset، يعني كقيمة 0 or 1 بالنسبة للفلاج اللي بيقابل هاي الفاليو. طب لو استخدمنا التريس كمان مرة ونفذنا النكست انستراكشن اللي هو موف لل AH09، لاحظوا بالبداية أول تريس AX كانت فيها 4 zeros. الآن الانستراكشن الحالي دخل القيمة 09 للأبر بايت من الـ AX اللي هو الـ AH الـ higher byte، فصارت قيمة AX لو قارناها بين التريس الأولى والثانية كانت 4 zeros، الآن 09 اللي هو الرقم اللي احنا دخلناه بالـ AH، و00 اللي هي الـ AL بل فيها 00. ولاحظوا هون لو نزلنا وشفنا الـ IP الـ instruction pointer راح نشوف انه تغيرت قيمته الى 105 بدل 103. ليش؟ لانه النكست انستراكشن الان بيأشر عليه الميموري لوكيشن 105، والامر اللي موجود فيه طلعوا لو طلعنا على اخر سطر عندي انتربت 21 انتربت 21، هذا الامر النكست انستراكشن اللي راح يتنفذ بعد التريس. اذا ضغطت تي راح يتنفذ هذا الامر وراح يتغير قيمه الاي بي ونشوف ايش راح يصير. هاي تي وهاي انتر، نفذ الامر انتربت 21 والاي بي تغيرت قيمتها. لاحظوا الاي بي قديش تغيرت قيمتها. الاي بي حكينا هي ريجستر اسمها الانستركشن بوينتر، عاده بتاشر على الميموري لوكيشن الخاص بالنكست انستركشن. لاحظوا اختلف بشكل جوهري الرقم. احنا كنا 0105 فجاه الاي بي صار فيها 1 4 A 0. ليش؟ شو اللي صار؟ كيف اختلف كل هالقيمة هاي؟ كيف اختلف بهذا المقدار؟ ولو انتبهنا لنقطة أيضا، لاحظوا واحد من الفلاجز تغيرت قيمته اللي هو ثالث فلاج، كانت E I صار D I، كان E I وصار D I. ممكن بعض الاكتيفيتيز او بعض الواجبات اللي تكون عليه انه نفذ اوبريشن معينه واحكي لي الفلاج ريجستر شو صار عليها، كيف تغيرت، اعطيني الفلاجز ايش قيمتهم. فمهمتك تنفذ الامر وتشوف الفلاجز كيف تغيرت. لاحظوا هون الثيرد فلاج تغير من اي اي الى دي اي. طبعا احنا مش بصدد نشوف ايش هذا الفلاج، ولكن قد يكون هذا الفلاج هو الانتربت فلاج ومعناها انه صار عندي هون انتربت، وقد يكون صار set أو كان enabled وصار disabled. طبعا ليش الاي بي تغيرت بهذا القدر؟ لأنه الانتربت ايش بيعمل؟ من اسمه انتربت، انتربت قطع، راح يوقف تنفيذ الكود وينتقل إلى مكان ثاني سب روتين بمكان معين بتيبل معين ويروح ينفذه. وهذا الانتربت قلنا انتربت 21 هو اظن انه دوس انتربت بيشوف ايش الاي اتش فيها قيمه، وجد انها 09. الان 09 معناها بدي اطبع انا سترينج على الاوتبوت سكرين. طب وين هاي السترينج موجوده؟ بروح على الدي اكس فيها الاوفست الخاص بهاي السترينج اللي موجوده في الميموري، بروح وبطبعها.
طيب نجرب نضغط كمان مرة T trace عشان نروح على next instruction. طيب كمان T. لاحظوا هون طبع لي المسج welcome to debug، انتهى من تنفيذ الانتربت، انتهى من تنفيذ الانتربت وطبع السترينج المطلوبه الويلكم تو ديباج على الشاشه. فبنشوف كمان تريس الان رجع، لاحظوا الامر اللي نفذه اي ريت، اذا هذا الامر كان موجود بالسبروتين اللي راح عليه ونفذ الكود الموجود في السبروتين في الانتربت 21 وطبع الشاشه السترينج المطلوبه على الشاشه. الان بنهايه الانتربت او السبروتين او البروسيجر اللي راح عليه ونفذه في عندي اي ريت اللي هي ريتيرن، يعني ارجع على المكان اللي كنت بتنفذ فيه في الكود. لاحظوا بعد تنفيذ هذا الامر قديش قيمه الاي بي 107، اذا هو رجع النكست انستراكشن، رجع للتنفيذ الطبيعي، رجع للبلوك اللي كنا بننفذ فيه ورجع للانستراكشن اللي كان بعد الانتربت الا وهو موف اي اكس فور سي. لاحظوا الاي اكس لحد الان قيمتها 0900. طب لو ضغطنا تي انتر هون راح ينفذ لي موف اي اكس فور سي، راح يغير قيمه اكس الى فور سي. لاحظوا تغيرت قيمه اي اكس. الان النكست انستراكشن باشر عليه ب 108 الانستراكشن بوينتر الاي بي، ايضا الاي اكس صارت قيمتها فور سي والنكست انستركشن هو انتربت 21، انتربت 21 والاي اكس فيها 4 سي، يعني اطلع من التنفيذ، ارجع على الدوس. المفروض هاي تي هاي انتر. هون عمل انتربت 21 ولاحظوا كذلك الامر الثيرد ريجستر صار دي اي بدل اي اي، الانتربت صار ديس ايبل بدل ان ايبل، يعني تم حدوث انتربت الان. طيب نشوف هسه التنفيذ تلقائيا راح يصير وين؟ جوا البروسيجر او السبروتين الخاص بانتربت 21 with function ax equals 4c. هاي تي هاي انتر، هاي تي هاي انتر. المفروض الان خلص تنفيذ الكود. لاحظوا نرجع ندخل على الديباج تول. صراحة أنا بحب أكتب كابيتال لتر تكون الحروف أوضح. طيب نرجع question mark تعطيني إيش في عندي أوامر. لما نشوف الدمب مثلا من عند الأوفست 100 إيش عندي ديتا. لاحظوا الديتا اللي كانت قبل شوي كلها راحت، الأوامر اللي إحنا كتبناها الآن. طيب لا بأس. الآن لاحظوا لو أول صف بدي أغير قيمه اللي هو من عند 100 لعند 10F، أو خلينا نشوف والله 100 10F بالضبط هذا الصف اللي عملته الآن دم. لو بدي أغير قيمه بالاستخدام الأمر فيل، بحكي له فيل من عند 100 لعند 10F ايش بدك تعبي؟ بحكي له مثلا عبي لي 12 بس 12. اللي راح يصير راح يضل يكرر 12 12 12 12 على كل الرينج اللي انا محدد له اياه. طب نتاكد انه هذا الشيء فعلا صار. اي دي 100 دم، شوفوا اول صف ايش فيه 12 12 12 كاملا لنهايه السطر. طيب ذكرنا ايضا بقدر عن طريق الامر اي احدد ميموري لوكيشن معين وابدا كتابه فيه. هاي مثلا هلو
طب كمان مرة نجرب دوم 100 دي سبيس 100. لو رحنا على 115، او طبعا اللي بيوضح لنا نحن الجهه اللي على اليمين هاي هالو everybody ودولار ساين. بهمني اعرف الاتش بدايه السترينج وين هي، والدولار ساين اللي هي نهايه السترينج وين هي. الاتش لاحظوا قبلها ايش في عندي؟ 3 دوتس وامبرسان او الاند، هاي اشاره الاند ودوتس، يعني 5 values. وهذا الصف اصلا بيبدا من 110، يعني اول دوت هي في الموقع 110، بعدين 111 112 13 14 115. اذا الاتش موجوده في 115. نتاكد، نعمل دم 115 لوين؟ انا بتوقع لعند، ندور على الرقم 24 بالسطر الثالث وين موجود، اللي هو الدولار ساين حكينا بالهكساديسمال بيمثل الرقم 24. لو بلشنا من بداية السطر الثالث اللي هو من عند 120، عندي 42 4F 44 59 24. طيب 42 اللي هي 120 121 122 123 124. إذا لعند 124 هاي الرينج اللي موجود فيه المسج هالو everybody مع الدولار ساين. انتر بالضبط اكزاكتلي، هي كأني قصيتها وأخذتها لحالها. إذا هالو everybody مع الدولار ساين بتمثل الهكسا ديسيمال فاليوز الظاهرة أمامنا بالنص، اللي هي بتبدأ من رقم 48 up to 24. طيب ممتاز. الآن بقدر أستخدم A 100 أو مش 100 90، وادخل كم من انستراكشن. نجرب نعمل كود زي اللي عملناه قبل قليل، بس المره هاي بدي استخدم المسج هالو everybody اللي كتبناها الان. نقدر نحكي هون موف للدي اكس، بدايه المسج وين كانت؟ 115 صح؟ هاي 115 وهاي موف للاي اتش 09 وهاي تربط 21 وهي موف لل AX 4C 00 وهي انتربت 22 21 عفوا. طيب بكفي، نجرب الآن ايش نعمل؟ نجرب ننفذ الأمر G اللي بيعمل execution. بدي اعمل execution من 090 لعند قلنا نهاية الكود 124. طبعا المسج، طب نجرب جي 0090. طلع من الديباج، نرجع ندخل على الديباج.